مهلبية قمر الدين بدنا إذا قمر الدين منقوع بثلاث أكواب مع بالضبط ثلاث أكواب مي مع باكيت قمر الدين، خمس معالق نشا وسكر حسب الرغبة. أما مهلبية الحليب نحتاج لثلاث أكواب ماء وكوب حليب بودرة وخمس معالق نشا وسكر حسب الحاجة، وفي كمان ماء الزهر بس مش مذكور بالمقادير ولكن أكيد بديهي إنه بدنا نحط ماء الزهر. طيب هدى، إذا هون أنت مدوبة قمر الدين صح؟ أنا هون دوبت قمر الدين طبعاً. قمر الدين بدي يكون منقوع طبعاً، منقوع وبنصفيه. هون عندي ثلاث أكواب حليب بدي أعمل مهلبية الأرضية. أوكي، هلأ أنت استعملتي حليب البودرة، حليب بس بيقدروا يستخدموا برضو الحليب السائل. طبعاً. أنا حطيت ثلاث أكواب مي كوب حليب بودرة، طبعاً اللي ما بحب يحط بودرة بحط سائل بسير. أكيد أكيد كله بمشي. والسكر أنا ما حطيت مقادير بصراحة، على حسب الرغبة. طبعاً السكر لأنه في ناس بيحبوه حلو في ناس ما بيحبوه حلو، يعني أنا هلأ أنا بدي أستكفي بثلاثة ثلاثة بكفي والله بزيادة، واللي بحب أكتر بإمكانه أكيد يزود واللي بحب أقل بإمكانه ينقص. أوطي لك الحرارة شوي لأنها عالية. أيوة بلاش يشعط معنا ديما. هون بالنسبة عن النشا يس هلأ قليلنا. غلي عندي المهلبية بدي أحط النشا، النشا بنحط على مي باردة يعني بتدوب بمي باردة زي ما قلنا الكمية ثلاث أكواب مية منقوعين في باكيت قمر الدين. لا أنا قصدي النشا كمان. النشا قد إيه مقداره؟ أربع معالق. برضو كمان هم ينتبهوا، شوفي شو بدي أقول لك، نشا عن نشا بيختلف، بعد أمرار أربع معالق بيكفي. في ناس بيحبوا جامد زي الجنو، في ناس بيحبوا شوي يكون مرق. فست البيت الإشي اللي هي بتحبه. طلعوا قد إيه بلش يشد بسرعة، فتنتبه ست البيت. طبعاً. بدك تحطي هون. طبعا فيها ست البيت انه تعمل العكس، ممكن تحط المهلبية اول طبعًا. او طبعا نحط ذكرتينا برمضان. ما هي هذه قمر الدين بشهر رمضان. يا رب يجي خير يا رب خير ان شاء الله يجي رمضان واحنا هادين البال يا رب ان شاء الله. انا بصراحه بس نسيت حاجه، ولو انه قدامي مية الزهر ومية الورد بس معلش حطيها عندك على الحليب كمان. حطيها، هو بدي احط على الحليب واحط على قمر الدين اكيد بيعطيها كتير نكهة. لا هي أكيد ضروري بس معلش نسيت. لا 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 عادي لسه هيها مش جامدة بتنخلط مظبوط. طيب هلأ شو عملنا؟ حطينا النشا. لا حطينا النشا على الحليب. في ملاحظة هلأ أنا ما بقدر بس أخلص مهلبية الحليب ما بقدر أروح أضيفه على القمر الدين رأسا، لازم نبرده، لازم تبرد ولازم تجمد صح، لأنه إن حطيتها هلأ بصير كلياته بنخلط مع بعض. أيوة فهي اسم الله هي كمان، وبرضه نفس الطريقة هدى. نفس الطريقة لا قصدي ممكن بهاي الطريقة ويحطوها بأكواب بس إنه نفس الإشي بصير بس أهم شيء إنه أول طبق بده يكون بارد. أي ماء الزهر مشان ما ننساش. هلا بالنسبة عن التزيين كل ست بتحب تزين زي ما بدها. شكراً لمتابعتكم، ما تنسوا تشتركوا معنا بالقناة حتى يوصلكم منا كل إشي جديد.